بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. ومد الرب يده ولمس فمي وقال رب لي لقد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرز. ثم صارت لي كلمة رب قال ماذا أنت رأي أرميا؟ قلت أنا رأي قضيب لوز. لإلهنا كل مجد وكل ملاد أمين. الحاجات اللي اتأثرت بيها بعد قيامة المسيح، العمل الإيجابي اللي اتعمل فيه المسيح مع التلاميذ، 12 تلميذ، 11 تلميذ منهم من الأعمدة اللي شافوا حاجات حلوة جدا مع المسيح، اللي عاشوا معاه لمدة 3 سنين وشوية، ازاي كانوا خايفين كده بعد القيامة وبعد الصليب؟ مصدقوش القيامة في الأول، لم يقبلوا القيامة على الرغم من زورات المسيح اللي حصلت ليهم أكتر من مرة. هسأل أول سؤال وبعدين هتكلم على حتة إيجابية لخدمتنا ولحياتنا الروحية. ليه التلاميذ ما صدقوش في الأول أيام؟ فكر مع بعض. ليه التلاميذ ما صدقوش؟ أول، لا مفيش حد قوم نفسه. مفيش حد إيه؟ لا، في ناس قامت من الأموات، لكن أول واحد إيه؟ يقوم إيه؟ نفسه. عمرها حصلت ولا تحصل، فده كان حدث ايه؟ فريد، حدث فريد خلوهم مش مصدقين. يعني كلنا كنا في دايما في اعياد الميلاد نقول يا زكريا انت مصدقتش الملك ليه؟ ده الموضوع حصل مع العذراء ويقيم، الموضوع حصل مع ابراهيم وسارة، انت قلت له ان احنا ايه؟ شيخين، صح؟ ما صدقتش القصة دي، فنقول لك لا يا زكريا الموضوع ده حصل قبل كده مرة واثنين وتلاتة. فكنا دايما بنقول لزكريا انت كاهن، انت دريان بكل الامور، لكن هذا الموقف اللي حصل مع التلاميذ لم يحصل قبل كده. ايه تاني؟ ايه تاني خلى التلاميذ ما يصدقوش في الاول ايام المسيح؟ طب ده المفروض يصدق الاب الفارغ ده، المفروض ان هو ايه؟ القبر الوحيد الفارغ هو قبر مين؟ سيد المسيح. ليه تاني ما صدقوش التلاميذ الايام؟ اتفضلي. نعم، الاكفان. طب ما الاكفان دي تبين ان هو قال. نعم، حلو قوي، عشان شافوه على الصليب. نقول بقى ايه نقطة تانية، الضعف الإرادي اللي قبله المسيح قبل القيامة خلوه ما صدقوش ان هو ايه؟ يقوم. شافوا المسيح بيتضرب، بيبصق عليه، بيتجلد، بيتشتم، وهو ايه؟ ساكت. فقالوا اللي قبل ده واللي استحمل ده كان المفروض يعمل ايه؟ بقوته يوقف الكلام ده كله. فالضعف الإرادي اللي قبله المسيح قبل قيامته خليته مش مصدقين ان هو ممكن ايه؟ يقوم من بين الأموات. يبقى أول نقطة ده أول إيه؟ حدث. تاني نقطة، الضعف الإرادي اللي ابن المسيح بإرادته من أجل خلاصنا خلى التلاميذ مش مصدقين إن هو ممكن إيه؟ يقوم. إيه كمان؟ حلو، النقطتين ممتازين جدا. نقطة تالتة، الخوف، خوفهم خلاهم مش قادرين حتى الأخبار القيامة اللي جات لهم من المريمات مع إيه؟ فالخوف الإنسان يبقى قدامه الحاجة حلوة ربنا بيعزيه بيها بيبعتها له، بس هو إيه؟ مش قادر يتعزى لأن هو متأثر جدا بالخوف اللي جواه أو الحزن اللي جواه اللي مسيطر عليه. حاجة تاني مالها؟ طب دي الحرب نزلت منه دم ومية،
بتثبت انه ايه؟ نسيوا كلامه. نسيوا ايه؟ المسيح كم مرة قال ابن الانسان سوف يسلم ويقتل في يوم الثالث ايه؟ قالوا ولا ما قالش؟ كم مرة؟ كتير قوي، كتير قوي. وعلى رغم ذلك التلاميذ نسيوا هذا الكلام، نسيوا ايه؟ هذا الكلام، عشان كده ما صدقوش القيامة في الاول. حاجة تانية اخيرة، نعم، يبقى بتقول كلمة جميلة بس هنطلع منها بمنتاج أعلى شوية. بيقول لم يعرفوا الكتب، لو ما يعرفوا الكتب طبعا، بس لم يكن يحل عليهم الروح الايه؟ القدس اللي عرفهم كتب. نشوف وعظة بطرس في سفر الأعمال ازاي يربط العهد القديم بالعهد ايه؟ فالمعرفة بتاعت الكتب بقت عالية جدا بعد ايه؟ بعد حلول الروح القدس. يبقى دول أربع أسباب أو خمس أسباب خلوا التلاميذ لم يصدقوا القيامة في الأول. طيب المسيح عمل معهم إيه عشان يخليهم يصدقوا القيامة دي؟ أنا عايز أطلع بقى كلام للخدمة، عمل إيه؟ نعم؟ حلو أوي. يبقى أول حاجة راح لهم. ساعات تتكلم على الخدمة، تتكلم على المخدومين، بس سامحوني يعني ما نروحش للمخدومين، نتكلم على مشاكلهم، على ظروفهم. دي اصل ابوها عنده ظروف كذا، دي اصل اخوها ظروفه كذا، ده اصل البيت فيه كذا. حلو، بس انت رحت البيت؟ لا، هي حكت لي، هي قالت لي. يبقى اول نقطة عملها المسيح النهاردة انه عمل ايه؟ راح. المروحة ده مهم جدا، ان انا اروح للمخدوم في مكانه او في ظروفه او في مشكلته او في وضعه، تختلف جدا. اول مرة فاكر رحت عملت قداس في السجن، لقيت واحد مسجون طول قداس عمال يعيط، حسيت انه عنده مصيبة او قضيته كبيرة او انه يعني محكوم عليه حكم قاسي شوية. فقعدت معاه بقول له بتعيط ليه؟ قال لي كلمة، الكلام ده مصدقوني مش عارف انساها، قال لي ما كنتش متخيل ان المسيح يجي لي في المكان ده، ما كنتش متخيل ان المسيح يجي لي في السجن ويزورني ويجي لي حد عندي. فكلمة فرقت قوي معايا قوي. يبقى المسيح راح لمين؟ راح للتلاميذ. ايوه، ما احنا النهارده بقى بنتكلم على ايه؟ احنا النهارده بنتكلم على الحاجات الايجابيه اللي احنا عايزين نتعلمها. ايوه، ما انا قصدي اقول الحتة دي بس اقولها بحتة ايه؟ ايجابية. يبقى المسيح سعى ان يذهب الى التلاميذ، راح للتلاميذ ودخل لهم، وراح لهم في اماكن ايه؟ مختلفة، في العلية، على بحر طبرية، صح؟ كل دي بتورينا ان التلاميذ والمسيح قد ايه راح ليهم. اتفضلي حضرتك. نقول حتة جميلة، حتة جميلة ان المسيح تعامل مع ضعف كل واحد بطريقته، ضعف كل واحد ايه؟ بطريقته. توما تعامل معاه بطريقة، بطرس تعامل معاه ايه؟ بطريقة. بيت التلاميذ تعامل معاهم ايه؟ يبقى المسيح حاجة حلوة، اوعى تبقى سامحني يعني او انتوا، انا بتعامل مع الناس كلها بايه؟ لا، لازم اكون متغير طبقا للشخص اللي قدامي.
لظروفه لوضعه، عشان كل واحد عقلاني لازم اكلمه بطريقة عقلية شوية. واحد بيفكر بيسأل اسئلة منطقية. واحد قاعد معايا سألني اسئلة كتيرة جدا، قال لي اوعى تزعل مني. قلت له لا يا عبدي ازعل منك ليه؟ ده انت انسان بتفكر، اي نعم بتسأل اسئلة تعباك او مضايقاك، بس انت عندك عقل جميل. بس كل سؤال بتسأله ليه ايه؟ رد. ولو انا ما رديتش عليه في حد تاني هيرد عليه. انا مش هقدر ارد على كل اسئلتك، بس انا احترمت جدا عقله وفكره واسئلته اللي قاعد يسالها. مش قاعد تقول له ايه اللي انت بتعمل فيه، بس بتضيع وقتي ووقتك وايه الكلام الفاضي دوت. فالمسيح تعامل باسلوب مختلف، تعامل باسلوب مختلف. احنا عندنا مشكله احبائي ان احنا خدمتنا احيانا ساعات تبقى عامله زي الماس برودكشن، الانتاج الجماعي ده كله ايه زي بعض. لا، لازم نختلف، لازم نختلف طبقا لظروف الناس اللي قدامنا واوضاعهم، وقدم لهم حاجه مختلفه. يبقى المسيح راح لهم وتعامل مع كل واحد باسلوب مختلف. حاجه تاني، ايوه حلو قوي حلو قوي. لم نذكر المسيح ان اتكلم مع التلميذ وقال له تخني يا بطرس، ما تصدقنيش يا توما، تروح تصطاد يا بطرس ترجع صياد تاني وتنسى الرساله بتاعتي. لم يعاتب انسان، لم يعاتب انسان. اوعوا تقعد مع مخدوم تعاتبه. انت ما بتجيش ليه؟ ما بنشوفكش ليه؟ خدمه افتقاد قبل الكورونا يعني خبطت على ناس، راحت تزورهم، وبعدين الست فتحت ومعها التليفون الوايرلس، فبتقول لها احنا خدام من كنيسه ملك القدس وجاي لكم زياره. فقالت لها معلش احنا النهارده عندنا ظروف فمش هنقدر، فاحنا النهارده مش فاضيين. المفروض الخادمه تقول لها ايه؟ ما يجراش حاجه، نيجي لكم وقت تاني، ظروفكم ايه؟ ومن الخادمه تقول لها ايه؟ ومش فاضيين تكلموا في التليفون؟ حد يقول كده؟ تخيلوا، بص الملامه. لما الست كلمتني كانت ايه؟ شيطه، شيطه. دي خادمه، دي جت تسال عليا. فنفس القصه، انت رايح تسال على الواحد تطمن عليه، تقول له انا بحبك، انت وحشني. كلمة التوحشنا دي أحسن من كلمة إيه؟ أرجوكم نفسنا نتعامل مع المقدومين بأسلوب إيجابي، أوعى يبقى أسلوب سلبي، أوعى. عشان كده إحنا في ناس كتير أحيانا تتعب للخدمة عندنا للكنيسة نتيجة إن أسلوبنا ده فيه عتاب، فيه ملامة، فيه توجيه. يبقى المسيح لم يلوم أحد، لم يلوم احد. مش كده؟ النهارده انا بكلم معاكم، انا عايز اتعلم الايجابيه من المسيح في خدمتي، في تعاملي مع الناس. ده اللي انا عايزه، لانه لم يظهر منه اي تصرف سلبي مع اي حد. يبقى احنا دي الفكره اللي عايز توصل لنا انا وحضراتكم، ازاي دايما اكون النهارده وانا راكب جاي. قابلت اب جامع في الكنيسه فقال لي حللني، انا النهارده اتنرفزت واتعصبت وزعقت في واحد. قلت له ولا يهمك يا ابونا، كلمه في كلمتين وشجعه وقول له حاجه حلوه، هيرجع بقى ايه زي الفل. هو اتضايق ده عامل حصل منه كده، اتضايق انه زعق في واحد، اتضايق ان ممكن يتكلم مع واحد بطريقه سلبيه. يبقى احنا غرضنا من الكلام البسيط اللي بتكلم معاكم فيه ده ان انا اتعلم من المسيح حتى الايجابيه دي. يبقى راح لهم، اتعامل مع كل واحد بايه؟ باسلوبه، لم يعاتب، لم يلوم. طب عمل ايه تاني؟ كرر الزياره. كرر ايه؟ مش قال زرت له مره وخلاص؟ لا، ده ظهر للتلاميذ، ما كانش موجود مين؟ توما. راح عمل ايه؟ زار لهم تاني ومعاهم توما.
ما انا رحت وزرته وقعدت معاه وقال انه جاي وما جاش خلاص بقى. لا لا، مرة واتنين وتلاتة عشان اكون خادم وخادمة ايجابية، اقدر اجذب هذه النفس وارجعها تاني لحضن المسيح وللهيكل وللتناول ولكل الاسرار. بتقول ان نزل لمستواهم، دي ماشيه مع نفس الاسلوب. نزل لمستوى ايه؟ عندكم اكل يا جماعه؟ فتعامل معهم باسلوب يتناسب مع كل الناس. حاجه تاني عملها المسيح ايجابيه بعد قيامته نتعلمها منه، احتمل ضعفهم والشك زي قلنا انه ايه؟ لم يلوم. هقول نقطه كمان، شجعهم. يبقى انا هقول اربع نقط المسيح تعامل معهم مع ضعف التلاميذ دول، هرخصهم بطريقه سريعه كده علشان نقدر نتعلم منهم في الخدمه. اول نقطه، المسيح شجع التلاميذ. يبقى انا لازم اشجع ايه؟ المخدومين بتوعي. لسه كنت بسمع لا عز الانبا كراس فقال على ايه؟ ولد داخل بيته في اعدادي، اولى اعدادي سنه سته، وبعدين بيقول لحن من لحن الكنيسه. فامه بتقول له ايه صوت الحمار اللي انت بتقوله ده؟ صوت الحمار. تخيل الولد دوت ما بقاش يتكلم لحد ثانوي، تخيلوا، تخيلوا الاحباط. بقاش يتكلم لحد ثانوي، وديته تخاطب. عشان كده الخادم والكاهن والخادمة، أرجوكم شجعوا أولادكم، أرجوكم شجعوا أولادكم. أوعوا تتكلموا مع أولاد بطريقة سلبية، التشجيع ده مهم جدا. كلكم عارفين أكتر مني على توماس أديسون وأمه والجواب اللي جالها من المدرسة ولم تقرأوا لابنها. بس هقول لكم معلومة غريبة عنكم. عارفين توماس أديسون عمل كم اختراع؟ عارفين بس انه عمل النور. 1000 اختراع. تخيلوا؟ 1000 اختراع. من ضمنهم ايه؟ المصباح الكهربائي. لكن ده لما كبر بقى ودخل أوضة أمه وفتح الدولاب ولقى الجواب اللي جاي من المدرسة، ابني غبي خليه عندك في البيت. قالت له ايه لما جالها الجواب ده مع ابنها؟ قال لها يا حبيبتي انت يا حبيبي مستواك عالي جدا على المدرسة، عشان كده انا وانت ايه، بصوا التشجيع، احنا عندنا كلام سلبي كتير بنقوله. بدي حتة حلوة قوي في المسيح انه ايه، شجع. تاني حاجة، اعطى رجاء، اعطى رجاء للتلاميذ. وانا دايما اعطي رجاء لاولادي مهما كانت تصرفاتهم او طريقتهم، ازاي اديهم رجاء باستمرار في حياتهم. اوعى ابني او بنتي يفقد رجائه. تعرفين الأديورة بتنزل الرهبان زمان كانوا يبيعوا عمل يديهم، شغل بيشتغلوه، فاتنين رهبان بينزلوا مع بعض بيبيعوا شغل الدير، فكل واحد بيروح يبيع في حتة ويرجعوا مع بعض، بيتقابلوا في مكان على وقت الغروب عشان يرجعوا الدير. فواحد خلص واستنى أخوه، أخوه جه مطاطي راسه كده، فقال له أنا مش هنفع أرجع معاك، أنا نظرت كسرت نظر رهبندي. فقال أخوه بيضحك، أنت بتضحك عليا؟ قال له لا، أصل أنا زيك، أنا حصل معايا زيك. قال له مش هقعد؟ قال له لا، ده احنا لازم نرجع الدير ونقعد مع رئيس الدير، ادينا قانون. بصوا التشجيع يا حبائي، بصوا رجاء، بصوا رجاء. رجع نفسه ورجع مين؟ أخوه معاه.
عشان كده الرجاء في الخدمة مهم جدا، مهم جدا جدا، مهما كانت عندنا كيسز صعبة وبيخة. اوعى تفقد الرجاء ابدا ابدا. وانا في تاني اعدادي كان لي عم مراته اخواتها كان عندهم مكتبة في الفجالة، فاخت مرات عمي دي كانت بتقف في المكتبة دي مع اخواتها، تقف من 10 الصبح 11 الصبح لحد 10 بالليل. وقفتها دي عرفتها على انسان مش في الايمان واتجوزته. الكلام ده انا سمعته امتى؟ وانا في تانية اعدادي عندي 14 سنة تقريبا. يوم قاعد في مكتبي في الكنيسة لقيت واحدة بتخبط عليا. قلت له ممكن اقعد معاك 5 دقايق؟ قلت له اتفضل لحضرتك. قلت لي انا اخت المرحومة نادية اللي هي مرات عمي. قلت لها اهلا بيكي. قلت لها عايز ارجع للمسيح. قلت لها اهلا بيكي يا حبيبتي. المسيح عايزك. بعد 35 سنة، 35 سنة، شوفوا الرجاء. قلت لها بس عشان ترجع للمسيح عندي حاجتين يا حبيبتي، تسيبي جوزك. قلت لي مش هقدر انا عندي عيال. قلت لها امتنع عنه جسديا. قلت لي انا ما عنديش مانع بس هو مش هيوافق. قلت لها ما عنديش حل يا بنتي، ما عنديش حل. قلت الحلين اللي اقدمهم لحضرتك، يا تسيبي جوزك يا تمتنعي عنه، لان انت عايشه في خطيه دلوقتي مع هذا الانسان، لم تتزوجيه داخل الكنيسه. خرجت من عندي بس هي عايزه ترجع للمسيح. بعد 4 اشهر جالها كانسر شرس، بقت طريحه الفراش كده. رحت زرتها مستشفى عين شمس التخصصي وخدت اعترافها ونولتها عشان حصل انفصال ايه جسدي، وبعد اسبوع رحت السما. صلينا عليها في كنيسة ماري جرجس اليوبلس. اوعوا تفقدوا رجاءكم في ولادكم ابدا، بلاش اكمل بكرره ده، مفيش فايدة. كم مرة اوعوا. خدمة دايما عندها رجاء، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بالمسيح شجع تلاميذه وأعطاهم إيه؟ 3 حاجة كلفهم. كلفهم، شدوا خيبة، اتركنوا، تعملوش. ابتدوا بقى يا جماعة روحوا للناس قولوا لهم المسيح إيه؟ قام. اكرزوا باسم الاب والابن، عمدوهم. شوف التكليف. يبقى دي نقطة جميلة في المسيح، على الرغم ان شاف في ضعف، على شاف في تقصير، انما عرف يستخدم التلاميذ وما يعملوا خدمة جميلة. اما تدرس مرة كان عامل مؤتمر للخدمة لما كان لسه بيساعد الانبا بخوميوس في البحيرة. هو كان بيخدم قرى الصحراء اللي هي ناحية اسكندرية وسيتي كرير، فقعد مع الخادمات والخدام وكل واحد يعمل ايه في مؤتمر الخدمة. فبنت صغيرة جاية مع اختها الخادمة، فبتقول رفعت ايديها كده لسيدنا، قلت له طب وانا هعمل ايه يا سيدنا؟ سيدنا بص لها كده، لا تعرف تعمل ايه؟ قلت له اعرف احط قطرة. لا بجد؟ طب حلو خالص. التاني ولاد الصحراء دول من كتر ما قاعدين في التراب عينهم بيحصل لهم ايه؟ جفاف. فدايما في المؤتمر يجيبوا قطرات يحطوها لمين؟ عشان يغسلوا ايه؟ الموضوع ده بيبقى بالدموع عشان العيال ايه؟ بيخاف. البنت الصغيره دي بقى عملت ايه؟ تيجي للبنت الصغيره اللي عايزين يحطوا لها قطره، تيجي نلعب لعبه الدكتور، انا الدكتور وانت ايه؟ وانت يعني وانا احط لك ايه؟ قطره في عينيك.
سيدنا قال البنت الصغيرة دي حدت القطرة لكل الولاد، مفيش حد صرخ ولا عيط. بصوا بصوا التكليف، حاجة صغيرة قوي ابني يعملها، بنتي تعملها في المؤتمر في اللقاء، اعملوا كذا، هاتوا لنا كذا، وضبوا لنا كذا، اشركوهم، استخدموهم، وفرحانين ومبسوطين قوي قوي. يبقى النهارده ربنا بيقول لنا انا اعطيت رجاء لتلاميذي وقومتهم وفتنوا المسكونه. 12 تلميذ بعد اختيار متياس و70 رسول استطاعوا ان ينشروا المسيحيه في العالم كله. اظن بقى خدام العذراء زيتون الجمال دول لازم يكون لنا تاثير حلو بقى على شعبنا واولادنا. والواد اللي يجي مره يبقى فرحان جدا انه جه النهارده، مبسوط قوي. مره على حكايه التشجيع ده بناول طفل صغير ففتح بقه بقول له برافو عليك يا حبيبي، فلقيت الواد بيبص لامه بيقول لها ابونا بيقول لي برافو. تخيلوا بص كلمه قد ايه؟ قد كده، برافو، فتح بقه خد التناول. عشان كده احنا ربنا بيطالبنا في هذه الفتره، فتره الخمسين حلوه دي، نقوم معاه، نبقى ايجابيين في خدمتنا مع بعض مع ولادنا، عشان نستطيع ان نأثر في شعبنا وولادنا وخدامنا اللي بنخدمهم دول، عشان يبقوا مرتبطين بالكنيسه والخدمه ويطلعوا منهم ناس حلوين خالص يخدموا بعدينا ويستلموا الرساله ويكملوا رسالتهم. ربنا يحافظ عليكم، مبسوط ان شفتكم، وكل سنه وانتم طيبين بخريستوس انستي.